الامن الخاص بالموظفين الملتزمين الاسواق الخاصه للامن الوطني ستؤكد دفعه المتحرشة يمين الاخلاص مدرسه استعد ان اكون مخلصا لوطني وان اؤدي واجبي بامانه وصدق ملتزما بالسر المهني حريصا على سيادة القانون جادا في المحافظة على أمن البلاد والله على ما أقول شهيد تقرير وتسليم الشهادات. سورة تذكارية. على مستوى مدرسة الشرطة الطيبي محمد، حيث كانت تكوينات نظرية وأخرى تطبيقية، كما قمنا بتربصات ميدانية على مستوى مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، وذلك من أجل الاندماج أكثر في صفوف الأمن الوطني والتعرف على المهام التي تنتظرنا في الميدان.